الحقيقة أنا وشريف اتفقنا إن إحنا مش هنتجوز قبلك، وده قرارنا متمسكة بيه. إيه رأيك في أحمد؟ والله محترم، ابن ناس ومعاه فلوس وكمان هيتجنن على هناك. الفيلا دي اللي يدفع فيها ضعف أي فيلا تانية، ما هو مش معقول يبقى في فرصة إن أنا أسكن جنب شريف وأروح أسكن في أي مكان تاني حتى لو كان قصر. قلت لها حاضر، في الآخر قلت لها حاضر هشتري لك الفيلا اللي أنت عايزاها. أعمل إيه تاني طيب؟ أنا بصراحة شايف إن الراجل متعاون جدا، ولا بيعمل كده عشان الجوازة تمشي وخلاص؟ ده مؤشر خطير جدا على فكرة. لا والله، ده انا ساعات في البيت بنادلها يا ماما. لا ما تقولش ساعات، انت بتعملها كتير قوي، اعترف. انا بحس كده ان انت بتحبي شريف اكتر مني. ايوه مش طبعا اكيد. بقى انا بايدي وارادتي ببعد عني حته مني اختي وبنتي، احساس صعب قوي. حبيبي يا شريف. بس يا ابو حميد الفرح النهارده كان تمام. وبعدين الصراحة بقى يا شريف اللي دول موينة وانت قاعد، مش امبارح كان المفروض تبقى ليلة دخلتنا؟ طب بقولك ايه، ما تقومي تغيري بقى بجامة ديزني دي وبسلك كده بقى لبس عروسة. لا ممكن يبقى شريف، وقت غير مناسب. ايه احنا بينا العصر. ايوه يا حبيبي، بس دي صباحيتهم، مش كفاية انك بوظت لهم ليلة الدخلة؟ مش هوصيك على هناء وانتم مسافرين. ها بقى خد معاك كيس بلاستيك وانت مسافر. كيس بلاستيك. واخيرا رجل واتجوزت انا وإيمان وبقينا عايشين قدام بعض. طيب انا ممكن بقى اكلم لكم المهندسه اميره اللي عامله لنا البيت تيجي تغير لكم كل ده في اسبوع. ما انتوا الله يسامحكم بقى اللي انتوا عملتوه في البيت وانا مسافره. يعني ايه تديها منال؟ يا حبيبتي انا مش هديها لها خالص، يعني كل الحكايه وانت نايمه خليها تروح تنظف معاها الدنيا، توضب معاها شويه حاجات. بقول لك كنت حاطط ساعتي في الحمام، راحت فين؟ ساعه ايه؟ يبقى اكيد الشغاله اللي اخوكي فرضها علينا بالعافيه هي اللي لطشتها. والله ما خدتها، انا عارف. انا بقول لك ايه، اسمع الكلام. انتوا بتفهموا ازاي يا جماعه؟ انتوا بتفهموا ازاي؟ طب هي اللي واخداها بقى، وده اخر كلام عندي. واقول لك حاجه، انا مش عارف انت واقف هنا بتعمل ايه، وبتتدخل في حياتي على اساس ايه؟ انا اللي هطلع في الاخر غلطانه. طيب يا ستي، انا انانيه وبالرويه كمان، عن اذنك عشان تعبانه. كنت فاكر إن الحمل هو بس اللي معصب إيمان زيادة ومخليها مش سعيدة، لكن حتى بعد ما ولدت فضلت برضه زي ما هي. قلت جايز السنة الأولى للبيبي بتكون صعبة، لكن برضه فضلت الأمور بينا بتسوء. هناء خلفت ولد وسمته محمود، وإيمان خلفت بنت وسميناها يسرية. بنت يسرية يوم بعد يوم بتكبر، ومحمود ابن هناء نفس الشيء، بقوا بيقربوا من بعض زي أنا وهناء. لكن في نفس الوقت إحنا الكبار كنا بنبعد عن بعض. نفس الشيء حصل مع هناء وأحمد، كل يوم خناقة، كل يوم مشكلة. يا سيدي هما في المدرسة بيقولوا تدخل السنة الجاية، ندخلها السنة دي ليه؟ علشان تبقى مع محمود. وانت متضايقة ليه؟ أنا جبت واسطة خلاص. أنا عايز أدخله الألمانية، إيه المشكلة بقى؟
يا حبيبي المشكله ان شريف عايز يدخل يسريه انجلش، وانا مهم جدا بالنسبه لي ان محمود ويسريه يبقوا مع بعض. طيب تمام خلاص، يدخل يسريه مع ابننا، ولا هو يعني لازم يقول شريف هو اللي يمشي على الجميع؟ اللي مزعلني حقيقي ان انا بقى ماليش اي خطر عند احمد. وانا كمان ما بقاليش اي خطر عند ايمان. تاني يا شريف كم مره تتخانق وانا احاول اتدخل ما تعمليش خطر خالص. تخيلي ان هي بتعتبر ان علاقتنا القويه انا وانت دي هي سبب مشاكلنا انا وهي. ما استغربتيش يعني؟ استغرب من ايه؟ من عندي نفس المشكله. ايه احمد قالك حاجه؟ طول عمره بيقولي كده يا شريف. ما قلتليش ليه هناء يعني؟ طب انت كمان ما قلتليش يا شريف. وانا اللي كنت فاكره انت ما بتخبيش عني حاجه. انا بس ما كنتش عايزك تبقي متضايقه من ايمان. كمان انا مش قادر افهم هو لازم يعني نبقى بعيد عن بعض وكل واحد يبقى في حاله ما نسالش على بعض خالص؟ كل واحد في حاله. انت اتجننت؟ لا طبعا، احنا مش غلط، احنا بنحب بعض بس يمكن يعني من كتر ما بنحب بعض جينا عليهم شويه. انا مش عارف بقى، بس انا مش حاسس يعني ان انا بأثر من ناحيتها، ولا بشوفك برضه مأثرة من ناحيه جوزك. ايوه شريف، الموضوع مش انه احنا شايفين ايه، المشكله الحقيقيه هم شايفين ايه. انا شايفه ان احنا لازم نبتدي ناخد بالنا من الموضوع ده شويه. طب ولك ايه، انا هقوم نادي احمد يجي يقعد معانا. عايز تشرب حاجة؟ لا لا، لما يجي بقى. لازم هتيجي اللحظة دي، كل شيء بأوانه، ما تقلقيش خالص يا حبيبتي. طيب يا حسام خلاص، أنا فهمت أنت عايز إيه. شوية كده وهكلمك. يلا مع السلامة. أنت بتعمل إيه؟ إيه اللي بعمله؟ بعمل إيه يا عم؟ بعمل مكالمات شغل. بتعمل مكالمات شغل وسايبنا قاعدين تحت؟ وشريف هنا كمان؟ وإيه الجديد يعني؟ هو على طول هنا. الجديد ان انت ما بقتش بتقعد معاه خالص. احمد، انت ما بقتش بتحب شريف؟ الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده، انت جرى في مخك حاجه؟ انا ما جراش في مخي حاجه، انت اللي بقيت غريب قوي يا احمد، وعادت شريف بقت تقيله قوي على قلبك. من ساعة ما جيتي وانت ساكتة، من ساعة ما جيتي ليا وانت بقيتي طول الوقت ساكتة. ايه مش هتردي؟ مش قلتيلي تعالي؟ اديني جيت. مش فاهم مالك بس فيكي ايه؟ هو انت شايفني اساسا؟ انت يا مشغول بشغلك يا بيسرية، والوقت اللي فاضل طبعا كله الهناء. المبالغات بتاعتك دي بقى. طب خدي ساكتة بقى عشان هما جايين. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير، ازيك يا احمد؟ ازيك، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام. الو، ازيك؟ ايه في ايه يا احمد؟ عايز اعرف الساعه كام؟ الساعه 8:30. طب ومالك اتخضيت قوي كده لما مسكت موبايلك؟ ما اتخضيتش ولا حاجه، انا بس مستني تليفون شغل مهم. والله؟ اه والله. خلاص يا هناء، الراجل قال لك مستني تليفون شغل، هو تلاقيه افتكر بس ان انت هتتكلمي في تليفون ولا حاجه. شريف انا لا هبله ولا عبيطه. المنظر اللي حصل قدامكم ده ليه معنى واحد بس، ان في حاجه على الموبايل وهو مش عايزني اشوفها. اتفضل يا سيدي. هي كده بقى 24 ساعه نكد، وفي الاخر تقول لي انت قالب وشك ليه؟ امال اعمل ايه يعني؟ لا ما هو مش اي كلام وخلاص. أنا أصلاً طول الوقت شاكة فيك، يا إما بيتكلم في الموبايل، يا إما ماسكه في إيده 24 ساعة، يا إما أدخل عليه ينهي المكالمة على طول أول ما يشوفني، تفتكر ليه؟ طيب أنا همشي، جاي معايا؟ استني حبيبي بس نهدي الدنيا بينهم شوية. لا يا حبيبي، اقعد أنت هدي الدنيا بينهم براحتك وأنا همشي. بعد إذنكم. اتفضل. خلاص يا شريف، ام احمد زعلهاش، هي ملهاش ذنب في كل اللي بيحصل ده، وانا كده وكده ليا كلام كتير قوي مع احمد عايزه اقوله له. انا اصلا مش قاعد، انا ورايا ميعاد.
انا شاك كانوا بيخونوا. لا انا متاكده وبقالي كتير جدا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. يا شيخه بلاش الظنون دي، هو تلاقيه بس متضايق ومزاجه مش حلو. حتى لو انت شايفه ان انت مقصره معاه، لا يمكن يبص لواحده تانيه غيرك. هلاقي زيك فين؟ والله ده شيء متوقع. نعم، هو ايه ده المتوقع؟ هي هناء دي تتخان اصلا؟ هناء 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 ايه؟ في ايه؟ ايه الاوفر اللي انتوا فيه ده؟ هي تيجي تقول لي شريف مفيش زيه، وانت شايف انها احسن ست في الدنيا. على فكره انتوا فاهمين الدنيا غلط. لا يا ماما بقى معلش، انا فاهم كويس قوي الكلام اللي بقوله لك. مش هناء الانصاري اللي تتخان، ولو هو بقى مش عارف قيمتها انا اعرفها له كويس قوي. الو، ايوه حبيبتي. طيب حبيبتي، حاضر حاضر، هجيلك دلوقتي. يلا باي باي، مع السلامه. انا رايح لهناء. انت مش لسه كنت هناك؟ وانت ايه اللي مضايقك؟ اختي في مشكله وعايزاني اقول لها لا يعني؟ والله انت غريبه جدا. كلمته 7 مرات ومش بس ما ردش، ده بيكنسل عليا. يا شريف يا شريف فوقه بقى، ولازم تفهمه انه حتى لو ما بيخونيش ما ينفعش يتعامل معايا بالطريقه دي، خصوصا انا بقالي فتره طويله جدا بحاول اتعامل معاه كويس وبحاول ارضيه بكل طريقه وبرضه ما فيش فايده. انا خايف بس اتدخل في الموضوع، الموضوع يبوظ اكتر. لازم تتدخل. هو انت لو ما اتدخلتليش مين هيتدخل يا شريف؟ وانا ليه من غيرك اصلا؟ وبعدين يبوظ ايه اكتر من كده؟ ما الموضوع بايظ بايظ، هيحصل ايه يعني؟ وفوق ده كله انا متاكده 1000000% انه بيخوني. لا لو كان الموضوع كده يبقى حسابه معايا عصير. حسابه وانا لسه هستنى لغايه ما تحاسبه؟ لا الموضوع لو كده انا فورا فورا هطلب الطلاق. طلاق ايه بس يا حبيبتي؟ طب وابنكوا ده ذنبه ايه؟ يعني انت بتفكرش فيا؟ عايش مع راجل بيخوني ليه؟ ماسك عليا زله ولا ماسك عليا زله؟ انت تقبلي بكده؟ لا طبعا يا حبيبتي. خلاص يبقى اعيش اربي ابني احسن تربيه واشيل مسؤوليته لوحدي، ولا اني اعيش مع راجل بيستخفني وبيعرف عليا واحده. طيب انا بكره هقابله واعرف الموضوع ايه بالظبط. طب وليه ما تجيش تتكلم معاه هنا؟ اجي اتكلم معاه هنا فين؟ هو بيجي على النوم. اه صح، هو بيجي على النوم بس. ودي كمان تتكلم فيها على فكره، ما تنساهاش عشان البيت ده ما بقاش بانسيون. حاضر يا حبيبتي، عندك حق عندك حق. انا اول ما همشي من عنده هكلمك على طول. تشرب ايه يا شريف؟ لا ولا حاجه يا احمد، شكرا. طب مالك مكشر ليه؟ يا راجل ده حتى اول مره تجيلي مكتبي. ده انت ما جيتش تبارك لي لما فتحته. كل ده مش مهم، انا بس مستغرب قوي، يا ترى ايه الحاجه المهمه الخطيره اللي خلتك تجيلي لغايه هنا؟ مع ان يعني كلها كام ساعه وكان ممكن نتقابل في البيت. بيت ايه بس يا احمد؟ وانت بقيت بتروح البيت؟ ده يعني كده بقينا بنتقابل بالصدفه يعني. على في دي عندك حق. بصراحه انا ما بقتش اطيق قعده البيت خالص. ما هو علشان كده بقى انا جاي اتكلم معاك النهارده. بص يا احمد، تعرف كويس قوي هناء بالنسبه لي. هناء دي حته من ادخل في الموضوع يا شريف.
ادخل في الموضوع، كل الكلام اللي انت هتقوله انا حافظه مستعد اسمعه لك. تمام. هو سؤال واحد. انت بتخون هناك؟ تعالى انا ما قلتش حاجه تضحك. مش عارف ليه يا اخي لما سالتني السؤال ده حسيت انه ضحك. طيب انا سالتك سؤال يا ريت تجاوبني بقى. عايز اجابه؟ يا ريت. انا بخونها. ليه سكت ليه؟ كنت متوقع ان انا انكر مش كده؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ انت ازاي بتتكلم كده كان الموضوع عادي يعني؟ هانت عليك هناء يا احمد؟ بص يا شريف، انت عارف كويس قوي ان انا اتجوزت اختك هناء عشان انا حبيتها، بس بصراحه بقى انت وهي اللي بوظتوا الجوازه. يا راجل ده انتوا كرهتوني في عشتي، هو في كده؟ احنا ايه؟ ليه يا احمد احنا عملنا لك ايه؟ انا طول الوقت بعتبرك زي اخويا بتعامل معاك. بتتعامل معايا في ايه يا راجل؟ بتتعامل معايا في ايه بس يا راجل؟ ده انا 5 سنين متجوز، مفيش قرار مصيري واحد خدته بنفسي. اي حاجه مهمه لازم انت واختك تقعدوا تجتمعوا وبعدين تيجوا تبلغوني في الاخر، كان انا مثلا كيس جوافه في البيت. بغض النظر عن المبالغات والمهاترات اللي انت بتتكلم فيها دي، كل ده ليه حل، انما قصه ان انت بتخون هناء دي انا بصراحه مش لاقي لها حل. هنحلها ازاي؟ مين قال لك ان انا عايز حل؟ مين قال لك؟ انت سالت سؤال وانا جاوبتك. واختك لو عندها اي اعتراض على اللي انا قلته انا ما عنديش اي مانع اطلق. طب اقول لك بقى، انا مش بس ما عنديش مانع، دي رغبتي فعلا، رغبتي الاكيده. لازم تبقى عارف يا شريف ان انت السبب الرئيسي في رغبتي دي، وده اخر كلام عندي. محمود حبيبي اطلع الاوضه وانا شويه كده هناديك عشان تيجي تلعب معاك وتقعد معاك. يلا اقعد يا شريف. انت ما كنتش بترد عليا ليه؟ واحمد كمان ما بيردش عليا. معلش يا حبيبتي تليفوني كان سايلنت. طب قول لي عملت معاه ايه؟ طبعا انكر وعمل عبيط صح؟ انت ساكت ليه يا شريف؟ على فكرة هو مهما ينكر أنا متأكدة إن هو بيخوني، أنا عارفة. وأنا عارفة كمان هتصرف معاه إزاي. بس أنا الأول عايزة أعرف هو قال لك إيه بالظبط. أحمد بيخونك هناء. أنت عرفت منين؟ قصدي يعني أنت اتأكدت؟ أنت اتأكدت إزاي؟ هو قال لي صراحة كده في وشي. ما انكرش. ليه؟ هو انا عملت فيه ايه عشان يعمل فيا؟ شريف هو انا عملت ايه في احمد عشان يخوني؟ انت ما عملتيش حاجه يا حبيبتي. هو ما يستاهلكيش بس. ما يستاهلنيش؟ بالسهوله دي؟ ده حتى ما حاولش ان هو يكذب يا شريف. ده بيقولها بمنتهى البساطه كانه عايز يخلص مني. هو أنا وحشة قوي كده؟ هو أنا رخيصة قوي كده؟ يا حبيبتي طب عشان خاطري ما تعيطيش. هو ما يستاهلش دمعة من دموعك دي. وأوعدك إن أنا همشي في إجراءات الطلاق. حتى أنت عايز تطلقني منه؟ زي ما هو عايز يخلص مني بالظبط؟ ده بدل ما تصلح ما بيننا يا شريف. أحمد بيخونك يا بيخونك. أحمد كان بيحبني جدا، أنا عارفة ومتأكدة إن أحمد كان بيحبني. يمكن أنا ضايقته من غير ما أقصد، يمكن أنا قصرت معاه. يعني حبيبتي تحبي حد ما بيحبكيش؟ أنا بحبه وهحاول أغير من نفسي وأبقى أحسن. يمكن هو لما يشوف إن أنا اتغيرت يرجع يحبني تاني، وكمان عشان خاطر محمود. شريف انت لازم تساعدني، انا مش عايزه اتطلق من حد. قولي ان انت هتساعدني. قلت لك قبل كده امر متوقع، والله العظيم كنت متاكده.
طب وطي صوتك عشان البنت نايمه، ما تقعديش تهللي كده. اهلل؟ ايه الردود البايخه والسخيفه دي؟ انت اللي ردودك بايخه وسخيفه. الامر متوقع، اصل كنت متاكده. ده على اساس ايه يعني؟ بدل ما تقولي ان هو اللي غلطان والراجل مش محترم جاي تغلطي اختنا. اه طبعا لازم اطلع اختك احسن واحده في الدنيا وملاك نازل من السما وكل الناس ولاد 60 كلب، صح كده؟ والله انتوا ناس مش طبيعيين. انا مش فاهم يعني علاقتي باختي دي تعباكوا في ايه. بالمناسبه ده طبيعي بين اي اتنين اخوات في الدنيا يعني. انا مالي يعني لو الناس كلها اتغيرت وبقى كل واحد في حاله ومحدش بقى بيسال في التاني. وكمان هي هناء عملت لك ايه؟ ولا علاقتي بيها ضراكي في ايه؟ انا مش فاهم. جاي دلوقتي بعد 5 سنين عايز تفهم؟ لما تبقى مشغول باختك لدرجه انك مش شايفني قدامك ده ما يزعلنيش؟ لما اختك تتدخل في الصغيره والكبيره في حياتك ده ما يضايقنيش؟ مش حقيقي الكلام اللي انت بتقوليه ده. هناء كانت بتتدخل عشان تحل مشاكلنا. ومين قال لك اصلا ان بحب حد يتدخل في حياتي؟ ده غير موضوع الماديات بقى اللي ما بحبش اتكلم فيه. انت فاكر اخر هديه جبتها لي كانت بكام؟ مع انك داخل خارج على اختك بهدايا وسنيهات. انا مش بعد عليها على فكره، بس بفرجك الفرق بين علاقتك باختك علاقتك بيا. انا مش مصدق اللي بسمعه ده. والله العظيم انا مذهول. كل ده حقد وكراهيه جواكي ومخبيها. انت ستي تخاف منك بجد؟ يعني خليت صبري واحتمالي لسخافاتك انت واختك خباثه وشر يعني؟ طب شر بشر بقى. وبما ان اختك بتتطلق وبما ان انا ستي تخاف منها، ما تخلص مني انا كمان بالمره، وهو ترجع انت واختك تترموا في حضن بعض. على فكره والله العظيم لو انا كنت راجل وانت ست، انا كنت خنتك زي احمد مخين اختك بالظبط. واتطلقت هناء من أحمد، وأنا سبقتها وطلقت إيمان. بقينا عايشين أنا وهناء ومحمود في بيت واحد. رجعنا شقتنا القديمة. وطبعا إيمان أخدت يسرية معاها. ورجعنا تاني ما بنفترقش عن بعض إلا ساعات شغلي. ازيك يا شيرات؟ أنا ماليش لطفي، لطفي مين؟ أنت مش عارفني. لا والله اللي حصل لي. أنا عمك شفيقة. شفيقة؟ أيوه. إزيك تقول لي إيه؟ سلامات يا لطفي. لطفي مين؟ أنا حسون يا راجل أنت. بس المرة دي كان في حاجة مشروخة بينا. بنقعد مع بعض بنقضي وقت طويل زي زمان بس من غير روح، من غير كلام، من غير ابتسامات ولا حتى هزار. الابتسامة بينا بقت مجرد تأدية واجب. كل حاجة حلوة ما بقاش ليها وجود. لحد ما في يوم شريف الساعة بقت 4:30 ومحمود لسه مرجعش. طب كلمي المشرفة بتاعت البس. ما انا عمالة اكلمها اهو. الو اي مس سميرة، انتوا ليه لسه مرجعتوش؟ يعني ايه بابا جه خده؟ يعني ايه تدوله ابني؟ شريف احمد خطف محمود. انا عارف يا محمود ان انت ممكن تكون متضايق شويه علشان خاطر سبت اصحابك والمدرسه بتاعتك في مصر، بس هنا بقى انا هدخلك مدرسه احلى منها وهتعرف على اولاد كتير وهيبقى لك صحاب كتير قوي. اوكي تعالى. سمع يا حبيبتي اونكل احمد بيقول ايه؟ في مدرسه حلوه قوي هنا وهتبقي مع محمود في نفس المدرسه وكمان هتعملي صحاب كتير.
يلا العبوا باللعبه الجديده اللي احنا جبناها. يلا انا بجد مش مصدقه، معقوله اللحظه اللي كنت بستناها بقالي كتير بتتحقق؟ انا مش مصدقه اننا في دبي ومعنا يسرية ومحمود. انا حاسه اني بحلم. يا ما قلت لك يا حبيبتي اصبري وكله باوانه. انا بجد يا احمد حاسه اني اسعد انسانه في الدنيا النهارده. ولسه ما شفتيش حاجه، بس لما نستلم الفيلا بتاعتنا هنبدا بقى حياتنا بجد. سبحان الله، مين كان يقول اننا نتجوز الاثنين دول بالذات عشان خاطر انا وانت نتعرف على بعض؟ حاجه ولا في الافلام. انا من اول يوم شفتك حسيت احساس غريب، مش اعجاب ولا حب، بس عارف كده لما تشوف حد لاول مره وتحس كده انه حاجه تبعك. انا كمان يومها حسيت بحاجه غريبه برضو، حسيت ان في بينا حاجه مشتركه انا مش عارف ايه. طبعا برضو ما كانتش حب لان كانش ينفع، بس هو نفع. ايه ده يا احمد، انت لسه صاحي؟ يعني بصراحة لسه بدري، مش جاي لي نوم خالص دلوقتي. ما انا بصراحة مستغرب من هناء وشريف دول جدا، زن ان احنا نيجي نبات معاكم وفي الاخر لا شفنا فيلم ولا اتعشينا سوا ولا لعبنا كوتشينا ولا كل الهلس اللي كانوا عاملين يقولوه. في الاخر دخلوا ناموا الساعة 10:30. بصراحة حاجات غريبة قوي. انا بالنسبة لي مفيش حاجة غريبة، هناء وشريف ده العادي يعني. انت بتقعد واقفة ليه؟ انا اصلا والله كنت لسه قاعد دلوقتي بفكر، بقول وانا قاعد هنا بعمل ايه؟ ما اروح انام في بيتي. لا لا لا، نصيحه مني ما تعملش كده. انا بتهيألي لو هناء صحت وما لقيتكش الصبح اكيد هتتخانق معاك. يا ستي وايه الجديد يعني؟ انتوا اصلا متخانقين ولا ايه؟ لا مش متخانقين، شادين كالعاده يعني. بصراحه بقت حاجه تقنو قوي. اقول لك حاجه بس ما تقولش لهناء. شور طبعا. تعرف يا أحمد، أنا بقيت حاسة إن اخترت إنسان غلط. مين سمعك؟ أنا كمان بحس إن أنا وهناء تقريبا مختلفين في كل حاجة. بصراحة بستغرب، أنا على طول شايفاك زوج مثالي، يعني المفروض تحطك في عينيها. حاجة غريبة. هي إيه؟ أصل أنا لسه حالا كنت بفكر في نفس اللي أنت بتقوليه ده تقريبا. كنت بقول يعني ان انت كمان ما فيكيش غلطه. في اليوم ده ابتديت استرجع لقطات كتير قوي ما كانش ليها معنى وقتها، لكن دلوقتي بقت كل لقطه من دول عامله زي السكينه في ظهري. دلوقتي كل حاجه بقت واضحه، أحمد وإيمان اجتهدوا قوي عشان يخبوا حقيقة مشاعرهم وخيانتهم لينا. بصراحة اللي عاشرنا السنين اللي فاتت ممكن يغلطنا، ممكن يشوف ان انا وهناء زودناها شوية لدرجة ان الاتنين اللي كانوا بيحبونا كرهونا وكمان انتقموا مننا. انا عارف اننا غلطنا انا وهناء، وعشان كده حياتنا بقت كلها نظرات عتاب وشك، كل واحد فينا هو اللي دمر حياة التاني. بس كل ده مش مهم، المهم ولادنا. يا ترى هنقدر نرجعهم ولا خلاص نهايتنا هتكون في البيت ده، هناء وشريف وبس.
ما شفناش أيامها حلوة ما عشناش يمكن نصيبي واسمتك لسه في عيني الغيب ما جاش بمزاجنا نحسن شيطان.